متعلقة بخلطة المية بالدم اللي شفناها كده وعلى الشاطئ، والناس بتعيد. ايه اللي يخلي حتى في حد في مصطاف يمكن ان يحمل سيفا بهذا الشكل ويقتل؟ وايه السبب؟ وايه البلطجة اللي بتصل الى هذا الحد؟ طب هل هي تحرش ولا خناقة ولا حالة نفسية؟ كلها عناوين معناها ان القضية كبيرة ومش سهلة ومش قليلة، ولابد من التعامل معاها بشكل زي ما قلت لكم بمعيار التحليل النفسي والاجتماعي. تعالوا نشوف المشاهد اولا وبعد كده نسأل الضحية العائلة الضحية، ونشوف كمان اللي كانوا موجودين ايه السبب، ايه اللي ممكن يدفع الى حوادث من هذا النوع. اقتلوه يا جماعة، اقتلوه والله، اضربوه اضربوه يا جماعة، اضربوه كفاية، اضربوه والله، اضربوه والله، اقتلوه اقتلوه والله، اضربوه والله، اضربوه يا جماعة، اضربوه الله يا عليك يا يهودي، ده مجنون على فكرة يا عم، يلا يا عم يا رب.